الله إليك. يقول هل كوني ما نجحت في الكلية أكون فاشل؟ لا لا تكون فاشلا أبدا، هذه علوم دنيوية. ممكن ولد يطلع حتى من الدراسة ويشتغل نجار من أمهر النجارين ومن أمهر الحدادين ومن أمهر الصناعية، فالمسائل تختلف. يعني ليس كونك لم تنجح في الجامعة، لا، الفشل والنجاح على طاعة الله وعلى معصية الله. معاصي الله فاشل، طاعة لله ناجح. الأمور الدنيوية تقبل وتدبر مع أي شخص ولا يحكم بها على الأشخاص. السلام عليكم.